انتصارا للأسرى وقضيتهم وتنديدا باعتداءات الاحتلال، تظاهر العشرات من طلبة جامعة بيرزيت عند الحاجز العسكري المعروف باسم حاجز بيت إيل شمال مدينة رام الله. قوة الاحتلال أطلقت على المتظاهرين الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات. احنا جايين ندافع عن الأسرى ونوقف معهم، هاي يعني أقل طريقة بنقدر نساعدهم فيها، يا ريت في شيء نساعدهم فيه غير هذا الحكي، بس هذا اللي بيطلع بإيدنا، أكثر شيء نقدر نعمله. التظاهرة جاءت وسط تخوفات على حياة الأسرى ولا سيما المضربين عن الطعام منهم، وهم ثلاثة أسرى أقدمهم أحمد غنام المضرب منذ 71 يوما ويواجه أوضاعا صحية صعبة، إضافة إلى الأسيرين طارق قعدان وإسماعيل علي المضربين احتجاجا على اعتقالهم إداريا. هنا يعني في عنا الأسرى مضربين عن الطعام، وبالتالي احنا جايين يعني نطرد على سياسة الاحتلال هذا النهج، يعني في المضربين عن الطعام لهم مطالب ولازم تتحقق. الدعوات إلى التظاهرة تزامنت مع تزايد الاعتقالات بحق الفلسطينيين التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة والقدس، والتي شملت أكثر من 50 فلسطينيا في ليلة واحدة بينهم سيدة وطفل، وتخللها إطلاق لقنابل الغاز والرصاص المطاطي بعدما تصدى الشبان لمحاولات الاعتقال في القدس وجنين ورام الله. هي حرب استنزاف، يعني هناك عدوان بدون ضجيج يمارس على الشعب الفلسطيني، أحد تعبيراته موضوع الاعتقالات، ولذلك يعني مسألة وجود استراتيجية كفاحية مقاومة في مواجهة سياسة الاحتلال أمر أراه في غاية الضرورة. عمليات الاعتقال المتكررة يوميا تحديدا في ساعات الفجر رافقتها مصادرة لأموال فلسطينيين وتخريب للبيوت واعتداءات على أصحابها. كالنار تشتعل من تحت الرماد بدت الأراضي الفلسطينية في ظل اعتداءات الاحتلال التي لم يسلم منها ممثلو المؤسسات الحقوقية والقانونية أو أساتذة الجامعات وطلبتها. نسر سلمي من حاجز بيت إيل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الميادين.